حفلة توزيع جوائز وحلقتنا النهاردة، وصاحبة الحفلة هي كانت صاحبة يعني حياتنا في النص الأولاني من رمضان، وقدمت لنا الحقيقة البسمة والفرحة كده كنا بنشوفها بنفرح في 15 يوم الأولانيين، وبأراء الناس وبأراءنا وبرأي أنا وبرأي كل حواليا واللي عرفهم واللي ما عرفهمش. بيقولوا إن مسلسل أشغال شقة كان أعلى نسبة مشاهدة وكانت كل الناس حباه. برحب بضيفتنا من ورانا النهاردة أسماء جلال. ازيك يا جيهان؟ شكرا والله العظيم، مبسوطة أنا معاكي قوي 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 النهاردة. أنتي بسطتينا وفرحتينا بأشغال شقة، ربنا يخليكي. والله أنا كمان اتبسطت بيه. كان بيجيلك رد الفعل الناس، صح رأي الناس على المسلسل؟ بصراحة الحمد لله. لا يعني كنت متخيلة وأنا بقرأ إن هو هيعجب الناس، بس ما كنتش متخيلة إنه لهذه الدرجة بصراحة. صح، أنت عملت دويتو لطيف جدا أنت وهشام ماجد، فيعني كنا بنستنى فعلا الحلقة نتفرج عليها على الفطار، وفرحتونا وزعلنا إن أنتوا مشيتوا في نص الطريق. هشام أنا بعتبر إن أنا محظوظة إن أنا اشتغلت معاه، عشان هو من أكتر الناس البروفيشنال الذكية الشاطر اللي بيحفظ اللي بيهتم باللي حواليه وبمشاهد اللي حواليه. حقيقي أنا طالعة كسبانة هذا الشخص للأبد بجد، خطير. قولي أي حاجة من كواليس المسلسل ده، اللي احنا كنا مبسوطين بيكو فرحانين بيكو كده، فيعني أكيد كانت الكواليس برضو كده دمها خفيف ولطيفة. الكواليس كانت ألزم التصوير بجد والله العظيم. لا كان في كمية ضحك مش طبيعي، ودايما بنتجمع نقعد ناكل مع بعض، ودايما يا حبيبي مصطفى غريب بيبقى جاي محضر افيهات كده كاتبها في ورقه عشان يقولها. العترة بيترفضوا كلهم حبيبي، مفيش مشكله. افيهاته بتترفض مع انها دمها خفيف قوي، بس استاذ خالد دياب كان عايز يقنعنا بكونسبت ان احنا مش بنعمل مسلسل كوميدي، احنا بنعمل مسلسل جد جدا، ده بجد عشان ما حدش يبقى بيستظرف. فكان دايما بيمسك الناس، وانت عارفه الكوميديانات بيحبوا يعني مصطفى عنده كميه افيهات، والله كنت بقع من الضحك وكنت بقعد اتحايل على استاذ خالد اللي هو والنبي سيبها له، يقول لي يا بنتي مش هينفع، احنا خلينا جد عشان ما نبقاش اللي هو بنستظرف. فكان كل واحد بجد وهو بيضحك يبقى بوكر فيس قوي، فدي حاجه كانت ظابطه الاداء. يعني بيقولوا ان ال 15 حلقه بياخدوا نفس مجهود 30 حلقه، وبيبقى برضو الشغل فيهم متعب وطويل، الكلام ده مظبوط؟ دي حقيقه بصراحه. يعني هو الفرق الوحيد اللي ممكن يبقى حاصل ان احنا بنخلص قبل اليوم ال 28 في رمضان، مع انهم 15 حلقه. لا بقول لك ده الفرق الوحيد، بس كانتنسيتي كشغل كتصوير بجد مفيش اي فرق، بجد مفيش اي فرق. اسماء جلال قولي لي خبر اكسكلوسيف، قولي لي ان انتوا هتعملوا اشغال شقه نمرة 2. احنا نفسنا على فكره والله العظيم، يعني حقيقي يعني، وحتى استاذ خالد كان رايه كده انه لو احنا لقينا حاجه في الجزء الثاني كاحداث انترستنج اكتر من الجزء الاولاني هندوس. يعني هو كفكره وكشركه وكاحنا احنا متحمسين جدا، بس محتاجين يبقى بجد عندنا كونتنت احلى من اللي فات. بس الفكره جت على بالكم؟ الفكره جت على بالنا. شفتي بقى انا حسيت. بس لسه مش مؤكده، لسه هم هيقرر. في حاجه نازله لك على العيد قريب؟ يعني ان شاء الله في العيد الكبير فيلم مع استاذ شريف عرفه وامام، اسمه الاستاذ اللي هو بقى اسمه اللعبه مع العيال، واعتقد ان شاء الله برضو في العيد الكبير ولاد رزق 3 ان شاء الله. طب حلو، بس ما اخد اجازه انت في العيد الصغير اعتقد. ما مش عارفه امتى بقيه الحاجات هتتعرض بصراحه. انا بكتشف زيك. اوكي بكتشف. طب يلا بينا نبدا حفلتنا. هتوزعي جوائز على الفئات اللي عندنا على حسب رايك الشخصي، انت اللي انت بتحبي تتفرجي عليه وبتحبي تشوفيه، مش على حسب راي السوق يعني. لو جايزه افضل فيلم بالنسبه لاسماء جلال هتبقى فيلم ايه؟ سهر الليالي. جايزه افضل ممثل؟ احمد زكي. سهر ليالي كنتي حابه تكوني من ضمن الناس اللي فيه، صح؟ بصراحه شفتي نفسك جوه انهي دور فيه؟ منى زكي، حنان ترك، الدورين خطار. الدورين خطار. واحمد زكي اشمعنى يعني بتديله جايزه افضل ممثل؟ انا بحبه قوي من وانا صغيره، وبحب طريقه مذاكرته وتقمصه وصدقه، وبحب لقاءاته، بحسه انسان حقيقي جدا ومثقف جدا، كنت اتمنى ان انا حتى اعرفه، مش اشتغل معاه بس اعرفه، مفيش زيه يعني. جايزه افضل مسلسل؟ لن اعيش في جلباب ابي. بجد نور الشريف طبعا. لا انا المسلسل ده هو لوب بالنسبه لي، يخلص اشغله تاني، يخلص اشغله تاني. جايزه افضل اعلامي؟ يعني بحب اسعاد يونس، بحب عمرو اديب عشان بيضحكني قوي ولقطات الاكل اللي بيعملها. عمرو اديب اللي بيضحك مش اسعاد يونس؟
لا اسعاد يونس بيضحكني، بس عمرو اديب بيضحكني لما بتيجي فكره الاكل يقول ايه ده يا لهوي ايه ده، ولما يقعد يتكلم على عمرو دياب بحس اللي هو يا خلاص لغوها خلاص فكره الاكل بجد احلفي ليه شفتي بقى مش هتضحكي خلاص مش هضحك. طيب جايزة افضل برنامج من سيربح المليون. يعني رجعنا شويه بس بحبه، كلنا طبعا بنحب البرنامج ده. هو طبعا حزل ام كان في الكبير كان مشارك في من سيربح المليون، بس كان نص مليون عندهم مش شوفي الحلقه بالظبط. جايزه افضل اغنيه، اغنيه انت بتحبيها قوي السنه دي وبتدندنيها ومعلقه معاكي. اغنيه اليانا سكر، عشان بجد انا بشغلها اول ما بروح التصوير بتدي فايب كده مميزه قوي. جايزه افضل مطربه شيرين عبد الوهاب. أغنية إيه اللي بتحبيها لها؟ كل الأغاني القديمة بتاعتها بلا استثناء، مشاعر كتير بناء، كل حاجة بتوحشني يا لهوي خطيرة. جايزة أفضل مطرب عمرو دياب. برنامج مرتبط معاكي برمضان؟ هقولك رامز، لأنه أكتر حاجة متفرج عليها بقى على الفطار، واكشلي السنه دي الفكره عجباني، فكره انه اتنين متخانقين بيجيبهم يتخانقوا او يتصالحوا دي انترستينج، اول مره يعمل حاجه اللي هو يظهر فيها بجد وكده. افضل خبر سمعتيه في 2023 على المستوى الشخصي او على المستوى العام؟ بصراحه هي كانت سنه حزينه جدا. نفسي حتى في البرنامج ده يقول لي السنه ما كانتش حزينه. لا يعني بجد بحاول افتكر حاجه بس هبقى كدابه لو قلت لا، هي ما كانتش سنه سعيده قوي بس يعني تمام مش عارف، يمكن مش عارف، لا ما ان انا اشتغل مع شريف عرفة وطارق العريان عشان هما كانوا من اكتر المخرجين اللي نفسي اشتغل معاهم. طبعا يوم حلو في حياتك كلها كان انه احلى يوم في حياتك؟ اول مسرحيه عملتها وبابايا كان مسافر وجيت لقيته قاعد كده في اول كرسي على المسرح عملها لي مفاجاه. وجود باباكي ولا ان انت اشتركتي في المسرحيه؟ لا وجوده هو آه هو جه وجودك. وجوده لان الدور كان ولا ليه اي لازمه في الحياه، كان اول دور كنت عبيطه قوي بعدي مع المسرح اصلا. وجه وقعد كان لابس بدله ومحترم نفسه قوي كده بيسقف وفخور قوي وما كانش في اي حاجه اصلا في الدور فاهمه. بس افضل طبق على مائده اسماء جلال في رمضان على الفطار لازم حاجه تبقى موجوده يعني بابا غنوج. اوكي هو حلو في كل حاجه، هذا رز وملوخيه هتلاقيه بيمشي معاه مع المحشي بيمشي. بابا غنوج مع ملوخيه طبعا، تحطي معلقه رز على معلقه ملوخيه على حته فراخ على حته بابا غنوج على طول، معلقه مربى التوت بقى معلقتين ونص. انا بديكي الملخص كده. لا لا لو في الاخر نروح فين بقى خلاص بقى عشان كده الضغط اوكي طيب تمام. لا جديده بابا غنوج وملوخيه مع بعض جديدة. طيب ادي لنفسك جايزة، جايزة الدراما كوين، بقالي كذا شهر كده دراما كوين قوي وانا بكره الناس دي بس غصب عني بقيت دراما كوين. يعني منكدة على روحك يعني؟ قوي. يعني ازاي يعني؟ انا وحشة انا كده؟ انا مش على وحشة بس بقعد اركز في الحاجات اللي المفروض ما ركزش فيها، بلس ببوظ الحاجات الحلوة اللي في نقي، مش عارف في ايه، في حاجة غلط. دراما عكوسات عكوسات عكوسات. انتي مش الشخصية اللي بتقعد تجلد نفسها وتلوم نفسها كتير؟ لا انا الشخصية دي بس هي بالزيادة، فانا هاخد جايزة اكتر واحدة دراما كوين في الحياة. طب شايفة الجايزة المفروض تاخديها على حاجة حلوة، انت بتديها لنفسك على حاجة مختلفة مميزة، جايزة مميزة. جايزة افضل صديق لأسماء جلال مين؟ آية وعمر. ألذ اتنين في العالم وأجدع اتنين وبيستحملوني ودايما موجودين. من خارج الوسط الفني عمر رشدي مخرج معروف، آية صاحبتي من المدرسة، هما دول أهم اتنين في الدنيا. جايزة تقديرية منك تديها لحد؟ هديها لبابايا الله يرحمه عشان هو أكتر حد علمني يعني إيه تقدر ذاتك وتعرف تتعامل مع الكبير والصغير من كل الطبقات. عايزة تدي جايزة لهشام ماجد؟ جايزة اللذاذة وخفة الدم والشطارة. جايزة لطيفة جدا أكيد منك. خلصت حلقتنا وخلصت حفلتنا اللذيذة دي شفتي في السريعة. حلو بشكرك وكل سنة وانت طيبة ورمضان كريم وعيد سعيد عليكي، لان احنا خلاص عيد الفطر على الابواب. هتقضي العيد فين؟ والله مش عارفة لسه، احتمال اقعد احتمال اسافر اشوف بقى مع صحابي هيعملوا ايه. كل سنة وانت طيبة. رمضان كريم. رمضان كريم. خلصت حلقتنا، كانت مع النجمة اسماء جلال، وبكرة حلقة جديدة ان شاء الله من حفلة توزيع الجوائز. كنت معاكم جيهان عبدالله.